في مقابلة مع الشرق قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق يعمل على خطة تمكنه من الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدير الفائض منه بحلول عام 2030. لدينا خطة طموحة في مسألة موضوع يعني استثمار الغاز وزيادة إنتاج الغاز لسد الحاجة المحلية، لا بل يتحول العراق من مكتفي إلى بلد مصدر. لدينا رقع استكشافية غازية كثيرة وبصدد الإعداد لإعلانها ضمن جولة تراخيص سادسة. هذه الجولة ستكون متخصصة برقع استكشافية غازية موجودة على الجانب الغربي للحدود العراقية على الحدود السعودية وسوريا. الخطة العراق من الآن إلى 2030 سيتم الاكتفاء الذاتي وهنالك فرصة لتصدير الفائض من الغاز إن شاء الله. وزير النفط العراقي أضاف أن وزير الطاقة الروسي أكد له خلال مكالمة هاتفية التزام روسيا بقرار أوبك بلس خفض الإنتاج. الحديث أنه هل العراق على استعداد للتنازل عن المليار ونصف دولار التي حكمت بهم غرفة التجارة الدولية؟ هذا الموضوع هو قرار محكمة، والمليار ونصف هو مو يعني مو عملية نقول غرامات جاي تفرض، وإنما أموال تم جبايتها على تصدير النفط الإقليم، وهذه الأموال يعني الحكومة المحكمة قررت إرجاعها إلى العراق. ولكن السؤال، هل هي قابلة للتفاوض من أجل استمرار التصدير؟ يعني هذا الحديث كل شيء قابل للتفاوض إن شاء الله، ويعني نقدر يعني من خلال المفاوضات سيتم تقرير ماذا يجري إن شاء الله. يعني ربما البيانات تشير مثلا إلى أن روسيا تصدر أكثر من مما التزمت به بالخفض. كان لدي هنالك اتصال قبل 3 أيام مع وزير الطاقة الروسي وأكد لي بأنه ملتزم بهذه التخفيضات. إذن الجميع ملتزم. نعم إن شاء الله.